السلام عليكم. تواضع للحق واخضع له، هذا هو شأن المؤمنين الصالحين، فإنهم إذا عرفوا الحق سارعوا إليه، وإذا كشفوا الباطل في نفوسهم تنكروا له وعدلوا عنه. وقع لعمر بن عبيد أنه قال في مسألة رأيا فأخطأ فيه، فناقشه واصل بن عطاء، فتبين لعمر بن عبيد خطأه في تلك المسألة، فرجع فيها إلى الحق وقال كلمة عظيمة هي قاعدة في الإنصاف من النفس والإنصاف بالحق، قال: ما بيني وبين الحق عداوة، والقول قولك، وأشهد من حضر أني تارك ما أنا عليه. يقول عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله عن شيخه عبيد الله العنبري قاضي البصرة، يقول: كنا في جنازة فسألت شيخي القاضي عن مسألة فغلط بها، فقلت له: أصلحك الله، ليس هكذا القول فيها كذا وكذا. فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: صدقت يا غلام، إذن أرجع إلى قولك وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. يا عبد الله، يا مؤمن، كن وقافا عند الحق، قل هذا حق وهذا باطل، قل هذا صواب وهذا خطأ، وبذلك تستقيم الحياة. وقل دائما وادعو الله: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والسلام عليكم.